أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها، بعد توقيفه وسط تضارب التقارير حول الأسباب، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح يسلم إلى لجنة أمنية مشتركة مع الحشد. ما وراء الاعتقال؟ خلفيات أمنية أم سياسية؟ قمة بايدن بوتين تعقد في جنيف منتصف الشهر المقبل، والكرملين يدعو إلى تجنب التوقعات المبالغ فيها رغم أهمية اللقاء. ما المرتجى من اللقاء المحمل بالكثير من الخلافات الساخنة؟ محكمة الاحتلال تؤجل البت بقرار تهجير أهالي حي بطن الهوى بعد الشيخ جراح. هل يصعد الاحتلال من جديد؟ وكيف سيكون التصدي له؟ ومن تحرير جنوب لبنان عام 2000 إلى الملحمة الفلسطينية، كيف تعممت ثقافة المقاومة وتقدمت خيارات مواجهة الاحتلال؟ اعتقال غامض، هكذا بدا توقيف القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح. اكتفى الأمن العراقي بالإعلان أن إلقاء القبض على مصلح جاء وفق قانون مكافحة الإرهاب. فتح البيان الأبواب أمام تضارب التقارير بشأن التهمة. أشارت أنباء إلى أن الرجل متهم باغتيال ناشطين، وتحدثت تقارير أخرى عن تهم تتعلق بالفساد المالي، وذكر آخرون أنه ضالع في استهداف قاعدة عين الأسد. في كل الأحوال، رأى الحشد في التوقيف مخالفة قانونية. وبعد تحذيرات من التسبب بفتنة عراقية، شكلت على الإثر لجنة تضم الاستخبارات العسكرية واستخبارات الداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي لتولي التحقيق مع مصلح. توتير الأجواء دفع بعض الأطراف إلى اتهام من يقف وراء القرار بالعمل على إيجاد الفوضى من أجل تأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ. أمام هذه المشهدية سنطرح الليلة أسئلة ثلاثة. أولا، خلفيات اعتقال مصلح، أمنية أم سياسية؟ ثانيا، من يريد توتير الأجواء بين القوى الأمنية والحشد الشعبي؟ وثالثا، لماذا يتهم القادم بالعمل على تأجيل الانتخابات؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في المشهد الساخن السيد معين القادمي القيادي في الحشد الشعبي. سيد معين، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، هل ما زالت أسباب الاعتقال غامضة؟ الكلام كثير، الأسباب التي طرحت عبر تقارير وكلام منقول كثيرة أيضا. ما الذي أصبح واضح ومؤكد منها لناحية الأسباب الحقيقية وراء الاعتقال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مهما تكون الأسباب، كان المفروض أن يكون الاعتقال من قبل مديرية أمن الحشد المسؤولة من الناحية القانونية بمتابعة منتسبي الحشد في حالة وجود مخالفة قانونية معينة. لذلك هذا الإجراء الحاصل كان فيه خطأ كبير، أدى إلى ردود فعل سيئة في هذه المرحلة المهمة. أما بالنسبة للاتهامات، لحد الآن لم تتضح، ونحن بصدد استلام المجاهد الحاج قاسم مصلح من الجهات التي قامت بقضية بطريقة الاعتقال وتحويله إلى الحشد الشعبي، ليكون كلمة الفصل من خلال الأسلوب والطريقة الصحيحة في التعامل مع قيادات الحشد الشعبي. طيب سيد معين، لماذا يجب أن تكون طريقة التوقيف كما تحدثت عنها حضرتك؟ هل هذا متفق عليه مع الحشد الشعبي؟ وأن لا يتم، إذا كان متفق عليه، أن لا يتم بهذه الطريقة، هذه أي رسالة يراد توجيهها للحشد الشعبي؟ طبعا الرسالة المهمة اللي يعني نتوقعها هو ما جرى يوم أمس من تخبط للحكومة في التعاطي مع التظاهرات التي حصلت في العاصمة بغداد وسقوط جرحى وشهيد على أثر هذه التظاهرات. حاولت الحكومة أن تغير التوجهات الرأي العام نحو اتجاه آخر، ولتوجيه الأنظار نحو الحشد الشعبي مرة أخرى، ومحاولة لتفاقم الأوضاع لتؤدي بالنتيجة إلى مسار جديد يؤجل حتى الانتخابات القادمة. طيب، سألتك عن الطريقة اللي يجب أن يتم التوقيف فيها، هي متفق عليها مع الحشد الشعبي في حال يعني حصول هكذا نوع من المواضيع؟
طبعا هذه الطريقة هي مثبتة بالقوانين العراقية العسكرية، القيادات الجيش، هناك جهة معنية في الجيش هي التي تتولى الاعتقال، وهكذا قيادات الداخلية، هناك الشؤون، وفي الحشد الشعبي هناك مديرية أمن الحشد هي المسؤولة عن التوقيف، وليس بالطريقة الكمين. وهناك أنباء حتى وجود جهات أمريكية كانت تساعد على موضوع الاعتقال في منطقة الدورة في بغداد. لماذا وجود الأمريكي؟ أعتقد أن دور الحاج قاسم مصلح في قيادة عمليات الأنبار وحراسته للحدود العراقية السورية يمنع توغل الأمريكان بين الحين والآخر، وهناك اختلاف في وجهات النظر بهذا الخصوص، وللحاج قاسم مصلح دور في كشف عملاء للأمريكان وخصوصا في مستويات عليا، ولذلك كان هذا الاستهداف في هذه المرحلة محاولة لتأجيج الأوضاع في العراق ولإدخال العراق بحالة من الفوضى التي تنم على عدم إمكانية إجراء الانتخابات، وأنه لا توجد ظروف طبيعية. وكما تعلمون أن الحشد الشعبي هو الجهة العسكرية الوطنية المعترف بها قانونيا، وهي مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، ولكنها لا تتعامل مع الجانب الأمريكي كما يتعامل الأمريكان مع الدفاع واضح. والداخلية. واضح. طب أن لذلك هذا يتواجد الموقف الأمريكي واضح. في عملية الاعتقال، هل أرادت الحكومة بيع الموقف للأمريكي من خلال إظهاره بالصورة، صورة الاعتقال لقيادي بالحشد الشعبي؟ مما يؤسف له أن الحكومة العراقية اليوم متورطة بالتعامل مع قواتها الأمنية وخصوصا الحشد الشعبي إرضاءً للجانب الأمريكي، ونحن نقول أن هذا التواجد الأمريكي وهذا التحرك داخل الأراضي العراقية وفي سمائه دون رقيب وعتيد يعتبر مخالف لسيادة العراق، والحل الأساسي هو بوضع جدول زمني لإنهاء التواجد الأجنبي، خصوصا أن الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي هم القادرون على مسك زمام الأمور، والذين بادروا بتحرير المناطق وصولا إلى الحدود العراقية السورية. لذلك نعتقد أن أساس هذه المشاكل والأزمات التي نشهدها بين الحين والآخر هو التواجد الأمريكي داخل الأراضي العراقية، والحكومة أصبحت مجبرة ومتورطة في الدفاع عن أرتال الأمريكان التي تدخل من الحدود العراقية الكويتية جريشان بأرتال متعددة، والتي لماذا سيد تبين معين، يعني لماذا، ما الذي يجبره؟ الأمريكي قادر على الرد، لماذا اختاروا طريقة الاستهداف هذه بالذات لناحية توقيف قيادات الحشد الشعبي؟ لماذا اختاروا هذه الطريقة بالذات لضرب الحشد الشعبي أو توجيه الاتهامات للحشد الشعبي أو يعني استدارة الاهتمام والإضاءة من جديد على الحشد الشعبي؟ لماذا لم يكن الرد بأيدي أمريكية مباشرة بين الحشد والأمريكي؟ لماذا مضطر الحكومة؟ لم يكن هناك مبرر للأمريكان لقضية التعامل المباشر أو الضرب، وإنما الهدف هو خلط الأوراق خصوصاً في وسط دعوات لتأجيج الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل العراق، وتوجيه الرأي العام بأن من يمارس مثلا أعمال عنفية هي من أوساط الحشد، وهذا مخالف للحقيقة. اليوم الحكومة يجب عليها أن تكشف المتورطون بالاغتيالات وغيرها، ولا ترمي باتجاه الحشد الشعبي الاتهامات بشكل غير مباشر، وهذا ما يخطط له ليكون هناك تأجيج الأوضاع بعد أن استقرت الأمور والاستعدادات جارية للانتخابات القادمة في 10/10/2021. نرى أن هناك أصوات بدأت تطلق بأن عدم إمكانية إجراء الانتخابات لعدم وجود ظروف
مواتية، لأن هناك جهات غير مستعدة لخوض الانتخابات أو أنها مستفيدة من الحكومة الحالية وترغب ببقائها لفترة أطول إلى عام 22. يعني المقصود بشكل مباشر هو تأجيل الانتخابات، لكن يعني ما يجري بالشارع هو أكبر بكثير ربما تداعياته ستكون من موضوع الانتخابات أو حتى تأجيلها. طبعا هو واحدة من أهداف هذا الممارسة الغير مقبولة التي حصلت هي جس النبأ، وتوقع أنه لا يكون هناك رد فعل عنيف من فصائل المقاومة، من أبناء الشعب العراقي، من الحشد الشعبي على هذا الإجراء، ولكن كان رد الفعل قويا، ولا بد للحكومة أن تذعن، وبدأت الآن بالتنازل بتسليم الحاج قاسم مصلح إلى أمن الحشد، وأن يكون هناك تحقيق فيما جرى لعدم تكرار مثل هذه الحالة التي تستهدف قيادات الحشد الشعبي الذين بذلوا الغالي والنفيس لتحقيق الانتصار الكبير لشعبنا وتحرير بلدنا. لذلك نرى أن ما يجري هو بتدخل أجنبي ومحاولة لخلط الأوراق بعد أن لمسوا أن استعدادات الكتل الوطنية مستعدة للانتخابات ومهيئة، لذلك هم يحاولوا أن يؤجلوا الانتخابات، وظهرت مثل هذه التصريحات. يعني هي مصلحة عراقية بتأجيل الانتخابات، مصلحة أمريكية بتأجيل الانتخابات، من يقف وراء هذا القرار؟ من هي الأطراف بالإضافة إلى الداخل؟ طبعا هي ليست مصلحة عراقية، بل بالعكس مصلحة الشعب العراقي بالتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات. أتحدث عن السلطة العراقية ليس شعبيا. السلطة العراقية الحالية من مصلحتها أن تستمر بالحكم إلى عام 22، إلى نيسان 2022، وفي حينها قد يكون هناك دعوات لحكومة الطوارئ واستمرار بهذه الحالة للاستفادة من الامتيازات والإمكانات، وأن تكون هناك تغييرات أساسية تفرض على وضع الدولة من خلال تسلط الحكومة الحالية. وبالنسبة للجانب الأمريكي هي تعتبر منسجمة مع هذه الحكومة التي لم تنجز شيئا للشعب العراقي. ومن غير الأمريكي أيضا، من الأطراف الباقية المتدخلة ستكون في الساحة العراقية مع هذه الانتخابات؟ الانتخابات في العراق مما يأسف له فيها تدخل واسع، خصوصا من دول الخليجية وأموال سياسية بدأت تصل إلى ساحة الانتخابات وإلى الميادين. وكما ظهرت في الفترة السابقة هناك محاولة للتلاعب بالعملية السياسية وبنتائج الانتخابات ليكون فرض أمر واقع جديد، ولكنهم لمسوا تم دس يعني تم دس نبض الشارع اليوم مع بدء التحركات اللي حصلت على خلفية هذا الاعتقال سيد معين، مع تسليم القائد مصلح، هل ممكن أن تصلح الأمور مع هذه اللجنة المشتركة من استخباراتية داخلية أيضا للحشد في تواجد في هذه اللجنة التي ستكمل التحقيق؟ هل ستعود الأمور إلى مجاريها؟ سينتهي الموضوع هنا؟ يعني مجرد إنشاء هذه اللجنة اللي ضمن الحشد، هل هذا ترطيب للأجواء وعودة بشكل غير مباشر عن هذه الخطوة؟ لا أعتقد أن الموضوع سينتهي، وما وصلنا من أخبار ومعلومات هناك جدية لمتابعة ملابسات ما جرى، وخصوصا أن القضية لم تكن قضية جديدة، سبقتها قبل 10 أشهر مثل هذا الإجراء لمعسكر كذلك قريب بغداد، وكان هناك وعود بعدم تكرار مثل هذه الإجراءات التعسفية. صحيح أن المصلحة العليا تدعو إلى المحافظة على استقرار البلاد وإبعادها عن الفوضى، ولكن لا بد من وقفة جدية من الكتل السياسية الوطنية، من البرلمان العراقي، لإيقاف مثل هذه التصرفات مع الحشد الشعبي، واعتبار هذا استهداف واضح
لهذه القوة العسكرية الوطنية الجهادية لدواعي سياسية ولضغوطات داخلية وخارجية. طيب، بعد قرار السيد القاضي بإزالة صور لقادة المقاومة وشهداء، أصر الحشد على وضع صورة الشهيد المهندس في المنطقة الخضراء. ماذا أردتم أن تقولوا أيضا أنتم في توجهكم بهذا التحرك؟ وأين نفهم أن العلاقة بينكم وبين السلطة ستذهب؟ يعني يفترض أن تكون الأمور بعد كل ما مرت به العراق بين هذه الأطراف اللي كلها كانت يفترض أن تتحدى الإرهاب، أن لا تكون الأمور كما هي الآن أو الصورة كما هي الآن، يعني واضح أنه إلى مزيد من الحدية ولا تقبل للآخر. وهو من المؤسف يعني أن الحكومة بدلا من تكريم شهدائها ومجاهديها الذين كان لهم جولة مهمة ومفخرة للشعب العراقي بتحقيق هذا الانتصار، كانت صور الشهداء الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني موجودة في ساحة الجندي في المنطقة الخضراء، ولكن أعتقد هناك ضغوط من الجانب الأمريكي اللي السفارة قريبة على هذا الميدان أدت إلى تغليف الساحة بحجة الصيانة ولمدة منذ 3 أشهر ولم يتم إكمال هذه الصيانة لإخفاء صور الشهداء، وما جرى اليوم هو رفع هذه اللوائح التي سترت الصور وانفتحت الساحة أمام المارة وأمام المشاهدين، ولم يتم نصب صور جديدة وإنما هي صور منذ الفترة السابقة ولكنها وريت من قبل جهات لا نعلم علاقتها بجهات تنفيذية. لذلك هو رد فعل على ما جرى اليوم مع الحاج قاسم مصلح، ولا بد للجهات الحكومية أن تحترم شهدائها. ما جرى مع القائد مصلح، لا يكون التعامل بهذه الطريقة مع الحشد الشعبي. طيب، سؤال بسؤالين. اليوم وجود الحشد ضمن هذه اللجنة التي تكمل التحقيق، هذا يريحكم، يشعركم بالأمان؟ هذا أولا. وكيف يعني ستستمر الأمور؟ طبعا وجود ممثلين عن الحشد هو شيء مهم وأساسي وطبيعي، وأعتقد أن الأمور ستبقى هناك نوايا لا نثق بها تؤدي إلى خلط الأوراق وتأجيج الأوضاع بين الحين والآخر في وقت يدعو الحشد والكتل السياسية الوطنية إلى المحافظة على أمن البلاد وتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات القادمة. طيب، ما يجري سيد معين إقليميا، هل له بشكل مباشر أو غير مباشر علاقة بما جرى مع القائد مصلح؟ تطورات كثيرة محليا إقليميا ودوليا. طبعا ما جرى في الأسبوعين الماضيين وآخرها الانتصار المتحقق في فلسطين على الصهاينة يعتبر انتصار لمحور المقاومة، وهذا الانتصار له تأثيرات داخل العراق، خصوصا أن جهات سياسية مهمة تعتبر من المؤيدين والمناصرين لمحور المقاومة في المنطقة، لذلك يعتبر هذا المحور هو المنتصر حاليا، ولا بد أن يكون هناك جدية للمحافظة على أمن البلاد ولا ينجر العراق إلى جوانب ليست لمصلحة البلد بالتعامل مع محور التطبيع الذي كان تدعو له بعض الجهات السياسية. اليوم وبعد الانتصار المتحقق بدأ الجميع لا يتجرأ أن يتحدث بلغة التطبيع بعد الانتصار المتحقق في المنطقة. لذلك قضية العراق هي ليست فقط داخلية وإنما مرتبطة بالأوضاع المحيطة بها. طيب، بشكل سريع، ستلجؤون إلى الشارع؟ سيتم تحريك الشارع إذا ما استمر هذا النهج مع الحشد الشعبي؟ اليوم للحشد أمة وجماهير واسعة
كما ظهرت في الذكرى السنوية لاستشهاد الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني بالمظاهرة المليونية في بغداد والمحافظات الأخرى، وتيقن الجميع أن لهذا الوجود المبارك هناك امتداد جماهيري واسع، سيكون هناك رد فعل عفوي من قبل هؤلاء في حالة استمرار الجهات في التعامل بطريقة غير سليمة وفوضوية، وتحاول أن تؤجج الأوضاع لتكون هناك أوضاع غير مستقرة تدعو من خلالها إلى تأجيل الانتخابات وإلى إبعاد الأنظار عن أخطاء الحكومة الاقتصادية والسياسية والأمنية وما أكثرها خلال فترة تولي السيد نعم. الكاظمي للحكومة منذ أيضا بشكل سريع سيد معين، أيضا بشكل سريع لنستغل الوقت، ما الذي يخشاه فريق السلطة من هذه الانتخابات حقيقة؟ تصور فريق السلطة من خلال إنشائه لأحزاب متعددة وبتسميات مختلفة ومن مستشاري رئيس الوزراء ممن كانوا في ساحات التأجيج الاحتجاجات السابقة وركبوا الموجة على حساب مصالح الشباب والمتظاهرين، والآن عندما قيموا الوضع السياسي والساحة وجدوا بأنهم لا حظ لهم في الانتخابات القادمة، لذلك حتى رئيس الوزراء أبدى عدم استعداده للدخول لهذه الانتخابات، ولذلك هم انكشفت أوراقهم وافتضحوا من خلال أدائهم السيء طيلة السنة الماضية بخصوص الوضع الاقتصادي، رفع سعر الدولار وكثير من الأمور والإجراءات السيئة التي اتخذتها الحكومة، وأثبتت فشل أداء هذا الفريق الذي يدعي أنه يصلح الأوضاع، أصبحت الأوضاع أتعس من السابق، لذلك كان هناك رد فعل جماهير واسع إزاء هذه الحكومة على أدائها، لذلك هم يحاولون أن يخلطوا الأوراق ويبقوا في السلطة من خلال تأجيل الانتخابات. كل الشكر لك سيد معين القاذمي القيادي في الحشد الشعبي. لا موسكو ولا واشنطن، ستكون جنيف هي المدينة التي ستستضيف القمة الأمريكية الروسية التي ستجمع الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في 16 من الشهر المقبل. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف دعا إلى تجنب التوقعات المبالغ فيها حول تحقيق تقدم خلال القمة، وسيكون بايدن أول رئيس أمريكي يلتقي رئيس روسيا في أول جولة خارجية له. المزيد معنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. منذر أهلا وسهلا بك معنا، لماذا لا موسكو لا واشنطن، وكيف هي الأجواء بداية؟ نتحدث من واشنطن في الكواليس في الاتصالات على كل الصعد، يعني هي تاريخية من حيث الشكل إذا لم نريد أن نغوص في المضمون. طبعا من حيث الشكل لا شك أنها مسألة هامة ولا يمكن التقليل من أهميتها، خاصة في ظل أن العلاقات الأمريكية الروسية هي في أسوأ حالها، والقضايا الخلافية هي أكثر من القضايا التي يمكن الاتفاق عليها. يضاف إلى ذلك أن التصريحات التي صدرت عن بايدن باتهام بوتين بأنه قاتل، بالإضافة إلى العقوبات، بالإضافة إلى الكثير من التصريحات الانتقادية، جعلت الأجواء غير طبيعية بين الطرفين. ولكن السؤال، لماذا يحتاج كل من بوتين وبايدن إلى عقد القمة؟ ربما بايدن أكثر من بوتين نسبيا، ولكن من الواضح أنه تخفيف سقف التوقعات من الطرفين واضح، ولكن يبدو أن هناك رغبة من الطرفين في تجميد تصعيد الخلافات. لذلك وجدنا أنه حرص من بايدن على أن يتم ذلك، لأن الخطر الاستراتيجي الأبعد والأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو كيفية التعامل مع الصين، وهناك محاولة لاستمالة ما لجذب
روسيا بعيدا عن التحالف العضوي الذي شهدناه في السنوات الأخيرة بين روسيا والصين. إذن ما هي نقاط الاتفاق وما هي نقاط الخلاف؟ نقاط الخلاف واضحة، من الاتهامات لروسيا بأنها تدخلت في الانتخابات الأمريكية إلى عمليات أيضا السبرانية التي استهدفت العديد من المؤسسات الفيدرالية الأمريكية مؤخرا، عمليات الهاكرز التي تمت، وبالإضافة إلى موضوع أوكرانيا وجزيرة القرم والملفات الدولية الأخرى. قضايا التي يمكن الاتفاق عليها هي مسألة المناخ، مسألة كيفية مواجهة كورونا. ويبدو أن الخلاف الذي كان قائما ولا يزال حول موضوع خط النورد ستريم الذي يربط روسيا بأوروبا عبر ألمانيا بشكل أساسي، لا تزال الولايات المتحدة تعارض بناؤه ولكنه إلى حد ما استكمل. لذلك وجد بايدن حتى في آخر تصريح له اليوم قال بأنه هذه المسألة أصبحت مسألة محسومة، بمعنى أنه نحن كنا ولا نزال ضد هذا الأمر، ولكن يبدو أن أوروبا أو ألمانيا تحديدا قد أنجزت هذا الأمر، وبالتالي لا يوجد فرصة لعملية عكس هذا الاتفاق وهذا الإنجاز الذي بالتأكيد يعطي لروسيا نفوذا كبيرا عبر الطاقة في أوروبا كلها. طيب منذر، من كان يسمع بايدن كيف يتحدث على روسيا وأنه هي الخطر الأكبر وهي في الواجهة، ومن يسمع أيضا الرد من روسيا وكيف كان الحديث، يقول يعني استحالة فكرة القمة وها هي حصلت. حدثني الآن أنه الطرفان يريدان تجميد هذا التصعيد، ما الذي تغير حتى توصل الطرفان إلى هذه الخلاصة؟ بايدن له خبرة في السياسة الخارجية، والطاقم الذي يعمل معه أيضا له خبرة. وجدوا أن عملية التصعيد بشكل كبير إن كان مع الصين أو مع روسيا لن تؤدي إلى نتيجة، وكلنا نتذكر الاجتماع العاصف الذي جرى بين الوفد الصيني يعني والوفد الأمريكي في ألاسكا. ويجد بايدن أنه الأجندة الداخلية له بشكل أساسي تحتاج إلى نوع من عدم التوتير في الخارج أيضا، بالإضافة إلى أن مسألة إعادة بناء التحالفات الأمريكية التي تصدعت خلال عهد ترامب تتطلب نوع من تجميد الخلافات إلى حد ما، محاولة إظهار أنه هناك قضايا يمكن التفاهم عليها. لذلك يمكن القول أن كانت دعسة ناقصة لنقل من بايدن، لأنه اشتط في تصريحه الغير دبلوماسي عندما اتهم بوتين وبدأ بالتراجع قليلا. ووجدنا أن موضوع العقوبات تراجع قليلا في الولايات المتحدة، بدأ عدم الاتهام المباشر لروسيا في كثير من الأمور، منها مسألة وضع أموال لقتل الأمريكيين في أفغانستان، موضوع بداية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. إذن كل هذه الأمور، أيضا هناك حرص على عدم تفجير الخلاف في الساحة السورية، يعني موضوع عدم الاشتباك وصل حدثت العديد من الاحتكاكات، ويمكن أن تحدث المزيد منها في الساحة السورية بسبب الاحتلال الأمريكي القائم والتي تعتبره روسيا غير شرعي وغير قانوني ويفترض أن يخرج. لذلك وجدنا أن الشيء الجديد هو مسعى واشنطن تحديدا إلى أن تقول، وهي عبرت بشكل واضح، أن تكون العلاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها، بمعنى أنه لا تحصل مفاجأة. لماذا لا ذهبت، لم تذهب العلاقة لكي تكون مستقرة دون يعني هذا الشو باللقاء المباشر هذا أولا، وأيضا يعني طبيعي لما يصير في لقاء منذر هذا سيترتب عليه أمور كثيرة، لو ما في نسبة عالية من التأكيد أنه سيكون هناك نتائج لما كان اللقاء. اللقاء المباشر على مستوى القمة دائما يبرد الأجواء ويخفف من حدة التوتر بين المسؤولين، ويرسل إشارة بضرورة ضبط العلاقات ضمن نمط دبلوماسي مقبول. لذلك نجد أن بوتين الذي كان يتم محاولة تصويره أنه يعني رئيس ديكتاتور مارق إلى آخره، رفض عملية تدخل أمريكا في الشأن الداخلي. لذلك سيكون كلامه واضح لبايدن،
يقول له لا تعطونا دروس لا بالديمقراطية ولا بغيرها، انظروا في المرآة لديكم، أنتم لا يزال نصف الشعب الأمريكي يتهمكم بأن الانتخابات مزورة، البوليس الأمريكي يقتل الملونين، وهناك كثير مسائل. إذن دعونا نتصرف بطريقة دبلوماسية تحرص على احترام وعدم دخول في التصعيد عسكري جديد أو توتر، بالإضافة أنه يمكن أن نتفق على أمرين: موضوع الأسلحة النووية الاستراتيجية وضبطها، وهذا أمر لصالح الطرفين، وموضوع كيفية مجابهة كورونا، كون كورونا يمكن أن تعود إذا أغلقناها من الباب، يمكن أن تعود من الشباك، وكيف يمكن أن تعود إذا لم يكن هناك نوع من توجه عالمي مشترك لمواجهة هذا الوضع. بشكل سريع أيضا سؤال أخير، يعني كما كل الملفات وكما كل الزعماء، يعني يشتد العالم ويقع كله على شفير، يعني يكون قاب قوسين أو أدنى من أن يقع عن شفير الهاوية ويدخل في حرب، فإذا بهم نراهم يعني يتصافحون في قمم وغيرها، هل من مؤثرات خارجية تسعى لعرقلة هذا الاجتماع؟ أقل أتحدث معك عن الجانب الأمريكي. يعني هناك في الداخل الأمريكي أتحدث عن جهات خارجية، مثلا نعرف تدخلات من الكثير في اللوبيات غيرها من الأطراف الخارجية الدول بالداخل الأمريكي. هناك مجموعات داخل الحزب الديمقراطي وفي الحزب الجمهوري تعتبر أن هذه القمة غير مرغوبة وغير مطلوبة، لأنها كما يقولون أنه مثلا ترامب منح لرئيس كوريا الجنوبية كيم إيل جون منحه الشرعية ومنحه، وأنه في ظل كل الانتقادات لروسيا أنت تذهب وتعقد اجتماع معه، معنى ذلك أنك تتنازل. هناك إذن اعتراضات، وبالتأكيد أن هناك قوى حتى في داخل أوروبا لا ترغب في أن يتم هذه القمة، ولكن هي عملية ضبط الخلافات و تبريد الأجواء الساخنة، لأن العلاقات وصلت فعلا إلى وهي درجة مهمة سيئة بكل الحالات. كل الشكر أن لك. تتصاعد إذا استمر، خاصة في ظل التوتر مثلا حول جزيرة القرم وفي أوكرانيا، وبعد أن أنزلت الطائرة بيلاروسيا التي تعتبر أنها صديقة لروسيا، كل هذه الشكر لك منذر. هذا يخفف التوتر. كل الشكر لك منذر سليمان، مدير مكتب الميادين في واشنطن. مشاهدينا فاصل ونواصل مشهدية. الشيخ جراح، ستة أحياء أخرى في سلوان في مدينة القدس المحتلة يعمل الاحتلال على تهجير أهلها. أجلت محكمة الاحتلال النظر في قضية حي سلوان، واعتدت قوة الاحتلال بالضرب على المتظاهرين المتضامنين مع الحي خلال محاولتها فض اعتصامهم قرب المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس. ما يقارب من 2015 بيجي اختراط من قبل عتيرة كوهانيم اللي هي منظمة استيطانية مدعومة من كيان الاحتلال ومن حكومة نتنياهو، بيجي اختراط لأهل الحي، يعني تقريبا ما يقارب 85 منزل، بيجي قرارات لكل عائلة، مثلا زي عائلة أبو رموز، عائلة الرجبي، عائلة شويكي، عائلة غيت، بيجيهم قرارات إخلاء لمين؟ إنه هذه الأرض ملكيتها لليمن، وعلى العلم إنه إحنا هون ساكنين قبل دولة الاحتلال. وجودي في هذا البيت من يعني أبوي ساكن فيه، اشتراه من سنة 63، طبعا أنا انولدت هون وعشت هون ورحت على مدارس هون، وإلنا أصحاب وإلنا جيران هون، فطبعا إحنا متجذرين في هذه المنطقة. إحنا بالنسبة لمواطنين يعني ناويين إنه نرابط في هذا الحي، وفي موجود خيمة قمنا بالخيمة هاي من أجل الاعتصام ومن أجل رفع صوتنا. وللحديث أكثر ينضم إلينا رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى سيد زهير الرجبي. سيد زهير، بداية أهلا وسهلا بك معنا. يعني قبل أن أسألك عن قرار التأجيل، أود أن أسأل ماذا يجري في حي بطن الهوى؟ نعم، مساء الخير لكم جميعا. مساء الخير. ما يحدث في بطن الهوى هو تهجير قصري والتهجير مسيس من قبل الحكومة الإسرائيلية ومن قبل
يدها الأطول اللي هي المستوطنين الذين يعملون تحت إطار الاحتلال. يعني أخبرنا ماذا قصة ما يجري في حي بطن الهوى؟ إذا ما وضعنا مقارنة مثلا ليفهم الجميع ماذا يحصل في حي بطن الهوى، إذا ما وضعنا مقارنة أيضا الشيخ جراح، هو بنفس الملف، هو بنفس ما يتعرض له الشيخ جراح، أخبرنا بالتفصيل أكثر لمن لا يعرف عن قرب هذا الملف. نعم، حي بطن الهوى هو حي بطن الهوى تقريبا يتعدى الـ 5000 شخص موجودين في هذا الحي، 5000 شخص موجودين في هذا الحي، من ضمن الحي هذول 86 عائلة معهم أوامر إخلاء، تقريبا إلى 700 إلى 800 شخص موجودين في هذا الحي. هذول اللي مع عندهم أوامر إخلاء من قبل عطيرة كهنيم، بدأ أوامر إخلاء من 2015 مع الأسف الحكومة الإسرائيلية والمحاكم الإسرائيلية بكل سهولة تقبل الأوامر أو الادعاءات التي تقوم فيها عطيرة كهنيم أو تقديمها من قبلهم. نحن من 2015 حتى اليوم نقاتل بكل مجهودات، نتوجه للمحاكم شبه يومي أو كل أسبوع مرة من للعائلات هذه، ولكن مع الأسف نشعر داخليا أن القضاء أنفسهم من القضاء المتطرفين الموجودين في داخل المحاكم الإسرائيلية، ومن أجل ذلك نشعر اللي إنه ملفاتنا تذهب للهاوية بوجود هدول القضاء. مع الأسف انطلاقا من هذا الواقع، أن يأتي اليوم قرار التأجيل، هل هذا يعد انتصار لكم؟ هل هذا يمكن أن يبنى عليه طبعا إذا ما استمرت التحركات؟ نعم، القرار كان اليوم نوعا ما إيجابي، لا نقول أنه نهائي أو نقول أننا انتصرنا، ولكن ربما يعطينا نوع من الاطمئنان، ربما التواجد اللي كان موجود بالتضامن من الجميع الداخل من الشمال حتى الجنوب من كل فلسطين، التضامن هو ممكن أحد الأسباب اللي ممكن أنجح أو أعطى نوع ما من إيقاف كل المحاكم، أو يعني ممكن يكون تجميد للمحكمة بالوقت الحالي حتى يبث القضاء المستشار القضائي الإسرائيلي وإعطاء رأيه بهذا الملف. يعني ممكن نقول نوعا ما جيد. طيب كيف ستنطلقون من هذه الخطوة؟ لأنه كما رأيت مثلا في حي الشيخ جراح هذه الهبة لنصرة الحي كان لها مفعولة، ورأينا ماذا حدث من بعدها. يعني اليوم كيف ستكملون هذا التحرك، سيما وأنه النزاع اليوم ليس نزاع على ملكية، ليس نزاع قانوني، هذه قضية سياسية، هذا حق. كيف ستكملون المسار؟ وهل من شيء واضح للتحركات المقبلة فيما يتعلق بحي بطن الهوى؟ نعم، نحن بدأنا بنهج جديد، ربما الاعتصامات وربما يكون الاحتجاجات شبه أسبوعي مماثل لحي الشيخ جراح، وأيضا نحن بالسابق قدمنا ملفاتنا في المحاكم الجنائية وننتظر رد من المحاكم الجنائية لهذا الملف تبعنا، وأتصور أنه رايح يكون نوعا ما تجميد القرارات أو الإخلاءات بشكل مؤقت ممكن بعض السنين، من أجل أنه نستطيع إثبات الملكيات تبعونا، مع العلم أنه إحنا ملكياتنا صحيحة، ولكن الكل يعلم أن مؤسسة عطيرة كهنيم من المؤسسات تحاول السيطرة وتحاول تزوير الحقائق في 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 كثير من القضايا تم بهذا الشكل. نعم. ومعلوم للقضاء الإسرائيلي نفسه إنه هذه مؤسسات مزورة، ولكن يحتويها الاحتلال، يحتويها لهذه المؤسسة المستوطنين. نعم، كل الشكر لك سيد زهير الرجبي رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى، كنت معنا مباشرة. شكرا لكم. شكرا. We'll be right back.
بعد أحداث الملحمة الفلسطينية الأخيرة من القدس المحتلة إلى نصر غزة مروراً بهبة الداخل المحتل، بدأت الكثير من النخب والقوى ترفع شعار القدس أقرب، انطلاقاً من الإنجازات المتلاحقة وصولاً إلى التحرير الكامل. وفي أجواء عيد المقاومة والتحرير في لبنان سنبحث في مشهدنا الثقافي اليوم كيفية تعميم ثقافة المقاومة منذ تحرير جنوب لبنان عام 2000 وحتى الإنجاز الفلسطيني الأخير. كيف أسس التحرير لثقافة الانتصارات التالية؟ وهل بات الشباب مهتماً بالقضية الفلسطينية أكثر منذ عقدين وحتى اليوم؟ للحديث أكثر ينضم إلينا الباحث في الهندسة الثقافية السيد محمد كوثراني. سيد محمد أهلا وسهلا بك معنا، شرفتنا باستديوهات الميادين. شكرا. تفضل. طبعا قبل الحديث معك نود أن نشاهد مقتطفا له يربط بين تحرير الجنوب جنوب لبنان وانتصار المقاومة في فلسطين. هلا هذا اللي عم يصير بشوارع غزة هذا مش عرس؟ الصلاة اللي بالمسجد الأقصى اللي صارت مش عرس؟ بالضفه، بالمخيمات، بصنعاء، بالضاحيه، اللي صار بالعراق بكربلاء والنجف مش اعراس هيدا بسوريا وبايران؟ هي العالم اللي نزلت على الشارع تحتفل بلا ما حدا يقلها، هي مش كلها اعراس؟ في شهداء اكيد عراسه، في وجع عراسه، ليش التاريخ بينكتب الا بالدم؟ له خلص رجع على ورا ما بقى فيه، من 25 ايار 2000 نحن طالعين طلوع ماشيين لقدام، ما عم نطلع لورانا. من نهار اللي وقف الحاج عماد على الحدود كل الحواجز والأوهام انكسرت، الخوف والحزن والضعف كله انكسر بهذيك النهار. محمد، لماذا تم الربط بين ما جرى في تحرير جنوب لبنان مع ما جرى في فلسطين اليوم، ولماذا اعتبرته حجر أساس؟ يعني أنت عدت لكي تقول أنه الانطلاقة كانت من الألفين. التاريخ متصل سيال، ما في يعني ما في محطات إلا إذا نحن انتزعنا منها محطات. محطة الألفين كانت انقلاب لشو؟ كانت انقلاب للاوعي تبع شعوب هذه المنطقة. في لا وعي تراكم فيه الحزن والأسى والانهزام من 48 لل 56 لل 67 لل 73 لتوقيع الاتفاقية بكامب ديفيد. كل هذا الترابط راكم حزن، كمية انهزام مش عادية جدا. الألفين كسر هذا الانهزام كله، هو محطة يعني انقلب فيها التاريخ من اتجاه لاتجاه آخر. لذلك نحن قلنا أنه كل شيء بعد الألفين تأسس له بالألفين. وطبعا الألفين يعني له جذوره كمان، يعني هو ما إجا من from nowhere، يعني إجا من عدد من المحطات الصغيرة، ولكن هو كان محطة مفصلية. أعيد ترميم الوعي ولا وعي وأعيد توجيه التاريخ باتجاه ما الذي ترمم تحديدا؟ يعني لو لم يكن هذا التحرير بالألفين، خلينا نقله بالسؤال أو يكون نعم. بطريقة أوضح، لو لم يكن كان ممكن الحديث عن كل انتصارات أو محور يسمى مقاومة؟ باعتقادي لا، بالنهاية هذا المحور تمأسس على مجموعة من الأحداث الكبرى اللي أثبت فيها تجربته. اليوم التجربة البشرية تبنى على نجاحات مش على أخفاقات فقط. النجاح اللي صار بالألفين وكأنه للمرة الأولى نختبر أنه كل ما نعتقد به من ثقافة مقاومة ومن قيم مقاومة لقينا أنه تحت المشرح وتحت الاختبار لقينا عطى نتيجة على خلاف كل التاريخ اللي حافظينه. فرضوا هيدا الانتصار؟ يعني إذا بدي أحكي بالعلاقة مع الغرب بالصراع الحضاري على كل الموازين، يعني أحسنتي، بكل شيء، بالصراعات وبالتعاطي وبالثقافه على كل الصعد. صحيح. شو اللي فرضوا هيدا فعلا؟ عم بشكرك على السؤال، عم تاخذ الموضوع باتجاه حقيقي. اسرائيل يمكن نحن قد ما عايشين الازمه معها مفكرين انه هي كل المشهد. اذا بنعمل شويه زوم اوت بيطلع انه اسرائيل هي الواجهه بالصراع الحضاري بين حضاره هذا المجتمع او حضاره هذه الناس اللي نحن منها والحضارة المادية الاستعمارية، بدك تسميها الأوروبية بمرحلة، الأمريكية بمرحلة تانية. نعم هو صراع حضاري، ذروة هذا الصراع هي إسرائيل. الصراع الحضاري طول عمره مخبي حاله، يعني هذا الاستعمار المادي إذا بدك، الاستعمار الغربي طول عمره مخبي حاله من دون ما يتورط بدم مباشر. خليني أقول بنفس الوقت في رؤية إذا بدك إسرائيلية صهيونية
ما قدرت ما تمارس هذا العنف الدموي على فلسطين وغير فلسطين. المشروعين أو الرؤيتين خلينا نقول للمشروع الحضاري الواحد وصل لمحل صار في تناقض بيناتهم. المشروع المادي أو المشروع الغربي خلينا نقول الاستعماري كان عم يشتغل على شو؟ على تغيير اللغة، فرض اللغة، على موضوع تغيير حتى بفلسطين، تغيير أسماء الشوارع، تغيير أسماء المدن، طبعا الهوية كلها طبعا فاتوا حتى يعني عملوا يعني ريديفينيشن لموضوع الموسيقى الفلسطينية، الثياب الفلسطينية، الأكل الفلسطيني. المشروع المادي كان ماشي بهذا الصمت، ولكن المشروع الغربي هذا الانتصار الوحيد بالألفين قدر يعمل كل هيدا، قدر يمحي كل شيء بما يتعلق حتى بمعركة الوعي. يعني بما معناه قبل الألفين، حتى بلحظة الألفين نحن كنا من المتابعين لما يجري بالخيام وخروج المعتقلين. بمطرح ما العقل كان غير قادر، يعني منه انتصار، أكثر من انتصار، في شيء بجوا، صحيح، جوا غير قادر على استيعابه. كنت بلحظتها يعني كان صحيح. مرقت فترة، بعدنا لهلأ في مشاهد كنا نقول مستحيل تصير، صحيح، خاصة مع الإسرائيلي، صارت. من بعدها صار أي شيء سهل، رمزية الخيام صار أي شيء سهل فعلا، صارت أصبحت أوهم من بيت العنكبوت، قادر على تقبلها وأنت قادر تحكم فيها، صحيح، يعني تجاه العدو. رمزية سجن الخيام والطريقة اللي تحرر فيها كثير بتشبه أيار. ليش؟ نحن تحررنا من موروثات قيمية كثير مأزية، كثير مرضية. نحن يعني نحن من جيل خليني أقول مخضرم بين مرحلتين. مثلا لاحظ الجيل الجديد اللي اجى بعد الألفين اللي ربي على الانتصارات، ما عنده ولا شويه انهزام باللاوعي تاعه. ليش؟ لانه ما شاف الفتره اللي كنا فيها نخاف من الاسرائيلي. انا ابن جنوب، كان الاسرائيلي لما يفوت على الضيعه شيء مرعب حقيقه، يعني وشيء اسطوري لا يمكن هزيمته. طب كيف تبدل؟ يعني 18 سنه اذا بدك، وقبل حتى الغرب تبدل عنده. طبعا طبعا طبعا، يعني الغرب اللي كان يعتقد انه هذا شيء يعني لا يمس، في هالي من القوه، صحيح، رهيبه حوله، حتى خلص انتم انهزمتوا، يعني ما ضل حدا ما هزمكم. مفكر سيد عباس نور الدين بيقول كلمه كثير مهمه، بيقول انه اسرائيل هي النزف، هي النزف الحضاري للغرب. نعم. طيب محمد، بس لنستغل الوقت، نعم، هل هيدا الشيء اللي خلينا نوصل اليوم لشعار القدس اقرب؟ أنا لما أطلق الشعار بيني وبينك قلت يمكن شوي بكير عليه، كان سرعان ما أثبتت التجربة اللي صارت بالأيام اللي تلت هذا الشعار إنه الموضوع مش شعار إعلامي، هو شعار حقيقي. بيميزوا اليوم بين الشعار التاريخي والشعار السياسي والشعار الإعلامي. هو كل انتشار عم بخليه فعلا يكون، صحيح، اقرب، هو يعني تحول من شعار إعلامي لشعار تاريخي. بس لأقول لك شيء، بيوم القدس كان الشعار شيء، وصار بعد كذا كم يوم بعد ما مرقت احداث غزه صار بعد منطقي اكثر وفي سعي له، يعني صحيح، مش مجرد شعار. اجت احداث هني غزه خدموا بعض حقيقه، الشعار والاحداث اللي صارت جدا، وتحديدا انتصارات المقاومه جعلته مش بس شعار، يعني للشعار وكانه بث بالنفوس شيء ايجابي، لا هو فعلا وكانه ماشيين على الطريق نحن قريبا نوصل. في شيء كثير حلو قاله بعتقد دكتور كشوك يمكن بمقال، بيقول انه الانتصار اللي صار بفلسطين هو انتصار ثقافي. انتصار ثقافي تغلب فيه، او خليني اقول لما المستعمر وصل لمرحله ما عادش قادر يستخدم الا العنف الجسدي والعنف الدموي، معناتها هو فلس ثقافيا. كانوا صاروا فتره طويله، اذا بتلاحظي صاروا فتره طويله عم يشتغلوا على لا وعي الفلسطينيين. مين كان متصور انه فلسطينيين، انه المقدسيين وفلسطينيين 48، صح، يطلعوا بهذا الوعي؟ انا من الاشخاص اللي انا بعتبر حالي متابع للقضيه الفلسطينيه وقضيه الصراع، اتفاجات بالاداء حقيقه. وقال نتنياهو هن اخطر من صواري غزه. صحيح صحيح، هذا دليل انه في تحول ثقافي وفي نصر ثقافي صار. اهم شيء انه هيدي الانتصارات محمد، كان كل شيء نقوله انه مستحيل نقدر يعني نهزم الاسرائيلي، اليوم هيدي ابدا تغيرت. يعني كان الانتصار، كل انتصار لا يكون فعلا فقط على صعيد الميدان. على فكره اذا بتتابع تجدوا على كل الصعد، ثقافيه، اعلاميه، نفسيه، طبعاً طبعاً، فنيه، وعلى كل الصعد. والجيل الجديد يمكن جيلنا بعده عم بيصدق، صح، وما بيصدق. الجيل الجديد رح نكتشف
انه اصلا فيش محل الهزيمه عنده، مبني من اساسه طبعاً. انه هو هذا هو الجيل اللي راح طبعا ايه طبعا هذا الجيل اللي راح يفوت على الالس ان شاء الله. صحيح باذن الله. كل الشكر لك محمد كوثراني المختص في الشؤون الثقافيه على المشاركه. مشاهدينا وصلنا الى ختام المشهديه، شكرا لطيب المتابعه، الى اللقاء.